إن العقوبات تصلح وتعمل، فإن تأثير تطبيق هذه العقوبات سوف يصبح ملموسا في المدى المتوسط من الممكن بعد 6 أو 8 أشهر وفقا لتقييماتنا. ولكن المسألة تتمثل في انطباعاتنا بشأن عدم عمل هذه العقوبات. الجواب بسيط، وهو أن روسيا لا تزال تجني مليارات الدولارات عبر تسديد الغاز والنفط على حد سواء، فإن العقوبات يجب أن تكون ملموسة، ونحن نحتاج إلى كل حظر استيراد النفط والغاز وكل الطاقة من روسيا، فعند ذلك الماكينة العسكرية الروسية سوف تنهار، لأنهم لن يقدروا على جني الأموال في الأسواق الدولية بغية استثمار هذه الأموال في عدوانهم. لعلكم تعرفون أن الاتحاد الأوروبي يوم أمس قد تبنى الحزمة السادسة من العقوبات على روسيا. هذه الحزمة تضم حظر استيراد النفط، ولكن ذلك سوف يدخل حيز التنفيذ بعد عدة أسابيع، فنحن يجب أن ننتظر. غير أنني أظن وأنا مقتنع بأن هذه مبالغة، بأن نقول إن هذه العقوبات لا تفعل، هي تفعل بالفعل.